المقدم محمود الشياب الناطق الرسمي باسم قوات الدرك وإدارة الدرك معنا الآن على الهاتف. محمود بيك، أسعد الله صباحك، تحياتنا. أسعد الله صباحك أبو أحمد، أنت وجميع الأخوة المستمعين، أسعد الله صباح الوطن والقيادة الهاشمية وجميع الأردنيين الآمنين السالمين بإذن الله تعالى. بإذن الله يا سيدي، الله يعطيك ألف عافية. إحنا وصلنا يعني ما تم تمريره من البيان الصادر من إدارة الدرك بالتعاون بينك وبين إخواننا في مديرية الأمن العام بالنسبة للحدث، وحكينا لمتابعينا وجمهورنا الكريم بأنه يعني ممكن بكرة نخرج عن نمط حلقات يوم الأربعاء ونحكي بهذا الموضوع تحديدا. خليني أحكي لك بكل شفافية محمود بيك، يعني لما بتلقى الواحد مثل هيك أخبار، حقيقة أنا شخصيا وعديد من المتابعين نشعر بأنه نعم هذا ما نريد، نعم نريد أن يكون هنالك تأكيد، لم تغب هذه الحالة، ولكن دائما نحتاج إلى تأكيدات بأنه إحنا لا سلطة فوق القانون في المملكة الأردنية الهاشمية عندنا. فإذا سمحت بما تحب أن تتحدث فيه عن هذه العملية، عن هذه المداهمة وما ورد في بيانك، وتفضل يا سيدي. على طول سيدي أبو أحمد، كلامك يعني أبدأ من حيث انتهيت. لا سلطة فوق القانون. أجهزة الأمنية الأردنية أجهزة قوية، أجهزة لديها قدرات استخبارية وقدرات عملياتية على 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 وفقا لأرقى المعايير الدولية، ومن أقوى الأجهزة الأمنية في المنطقة وفي العالم. لن نعجز عن ملاحقة المطلوبين أو الخارجين عن القانون الذين يهددون أمن أبنائنا، أمن مجتمعنا رايحين ندافع عنه، مجتمعنا بكل قوة وبسالة. الحملات الأمنية بالتنسيق ما بين الأجهزة الأمنية مستمرة ومتواصلة. إن شاء الله سوف نخلص المجتمع من شرور الفئة الضالة اللي خرجت عن أعراقنا وعن تقاليدنا الأردنية. إحنا أردنيين لا نرضى بأن يبيع أحد المخدرات في شوارعنا لأبنائنا وأطفالنا، نبعث بهم إلى المدارس لكي يتعلموا، مش عشان يلاقيهم واحد في الطريق يعرض عليهم مخدرات أو يعرض عليهم أشياء خارجة عن القانون. عشان هيك إحنا ماشيين بإذن الله، رايحين نلقي القبض على هذول الأشخاص، رايحين نلاحقهم في كل مكان، رايحين نكون لهم في المرصاد إن شاء الله. اليوم كان في عنا عملية أمنية، القوة الأمنية المشتركة من الدرك والأمن العام، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من إخواننا في الأمن العام، حاصروا أحد المنازل كان مختبئ فيه مجموعة من المطلوبين وبحقهم عشرات القيود، وقاموا قبل فترة بإطلاق عيارات نارية باتجاه دورية للأمن العام. يعني هذولا يعني يستقصدوا أن يقتلوا أحد رجال الأمن العام أو أحد رجال قوات الدرك وبكل جرأة. فإحنا مش رايحين نسكت عنهم. الشباب اليوم تعاملوا معهم، طوقوا المنزل، طلبوا منهم يسلموا أنفسهم، إلا أنهم بادروا بإطلاق النار بكثافة باتجاه القوة الأمنية اللي طبقت قواعد الاشتباك واللي هي قادرة بإذن الله أنها تتعامل مع هيك مواقف، مما أدى إلى مقتل 2 من المطلوبين وإلقاء القبض على 5، وتم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت في طريقها لتباع لأبنائنا لتنشر في مجتمعنا، وإحنا إن شاء الله راح نكون لهم دوما في المرصاد. والله يا سيدي يعني أنا بحكي لك، رغم أنه ممكن أن يعمل البعض على زيادة الشك في نفس المواطن الأردني، ولكن دائما يعني تظهر عنا جهود مقدرة تعيد عكس الصورة اللي هي ثابتة في عقولنا وفي أذهاننا بأنه لا، الحمد لله لهذا البلد، رب يحميه، بجهود شباب استمدوا من قيادة فكر ورؤى طيبة، وبنفس الوقت تثبيت لقواعد الدولة المتينة، الدولة الحديثة، الدولة الرصينة اللي خلينا نقول بالنهاية تنصب كلها في دولة قانون. طيب الآن العملية انتهت محمود بيك ولا ما زال في؟ نعم سيدي، هي العملية انتهت كعملية، لكن خلني أحكي للباطل جولة وللحق جولات. يعني إحنا كل شخص خرج على القانون وكل شخص
حاول انه يضر بامن وسلامه مجتمعنا احنا رايحين نتابعه، والحملات الامنيه مستمره. احنا منهيبه بهذول الناس انهم يسلموا انفسهم، لانه احنا رايحين نكونهم بالمصاد. ايضا نشكر ونقدر لجميع الاهالي والمواطنين التعاون معنا في نبذ هؤلاء الاشخاص وعدم احتضانهم وعدم السماح لهم بالتواجد في شوارعنا وفي احيائنا وفي مناطقنا. يعني يتواجدون في احياء شعبيه يعني بين اولادنا وبين ابنائنا وبين اهلنا، فاحنا لازم نتعاون مع الاجهزه الامنيه، واحنا نقدر لجميع المواطنين تعاونهم في هذا المجال. سيدي اشكرك جزيل الشكر، المقدم محمود الشياب اداره الدرك، كل التحيه وتحيات وشعور الفخر والاعتزاز بأبنائنا وأخواننا أفراد الدرك ضباطا وأفرادا وقيادة، وأيضا إخواننا بمديرية الأمن العام وكل الأجهزة الأمنية اللي بتعمل على هذا الدعم اللوجستي وغيره. فبالعكس يعني نعتبر بأنها، أنا من برنامجي أعتبر بأنه هذه رسالة من إخواننا بالأجهزة الأمنية بشتى صنوفها بشتى مواقعهم، هي رسالة لن يكون هنالك تهاون مع أي تجاوز على القانون يمس مواطننا. شبابنا مترصدين، شبابنا جاهزين، معنوياتهم عالية بالسماء، وكل من يحاول أن يشكك بهذا الموضوع وبهذه الهمة إن شاء الله كيده في نحره زي ما بنقول. أشكرك جزيل الشكر، وأمانة برسالة لكل إخواننا أفراد إدارة الدرك والأجهزة المتعاونة أيضا معهم، بكل تحيات الفخر والاعتزاز فيك، ويعطيك ألف عافية. شكرا. الله يعافيك سيدي، بارك الله فيك أبو أحمد. شكرا لك يا سيدي، شكرا.